صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر المبارك التحق بربه المحامي الأول عن الإسلام والحامي لرسول الله سيدنا أبو طالب رضوان الله تعالى عليه. ولا بأس أن نستذكر هذه الشخصية العظيمة التي دافعت والتي لها فضل على كل المسلمين، لأنها أنجبت، لأنها دافعت بنفسها، وعندما التحقت إلى الرفيق الأعلى أوصت أبناءها الذين هم بنات الإسلام: جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه، وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. فعلى سيدنا أبي طالب رضوان الله وسلام الله ورحمة الله ومغفرة الله، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. هذا الشيء الأول أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، قلت أنه أبدأ بمسألة فقهية في كل ليلة، نأخذ نمر على مسألة فقهية تفيد ولو لعشر دقائق. ما حكم من قدم الصلاة اللاحقة على السابقة؟ أحيانا يشتبه واحد، بدل ما ينوي صلاة الظهر ينوي العصر، ونحن نعلم على أن العصر لاحقة والسابقة هي الظهر، فما حكم أو ماذا يفعل من نوى هذا النية أو قدم العشاء على المغرب؟ أيضا هنا ماذا يفعل؟ وأيضا نقول: ما حكم من أخر صلاة العشاءين؟ الآن عندنا بعضنا مثلا الآن يفطر ورأسا ينام، مثلا هو على القنف فطر ونام، أو لا هسه بعد شوية خل أسمع المحاضرة كذا، إلى أن فات وقت منتصف الليل للصلاة. فنقول وقت العشاءين، يعني أقصد المغرب والعشاء، عدنا للمختار وعدنا للمضطر. المختار يعني اللي ما عنده عذر، هو قاعد يسولف أو يشوف برنامج أو كذا، هذا نسميه مختار. فوقتها لمنتصف الليل، بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر هنا يصليها بنية القربة المطلقة، يعني بدون التعرض لنية الأداء والقضاء.
أما إذا كان مضطر، كان عنده عذر، أخر صلاة المغربين أو صلاة العشاءين بعد منتصف الليل، يعني مضطر عنده شغل، كان نايم مثلا، كان مريض، كان عنده نزف، كانت أمرأة مثلا في الدورة، فهذا عذر. فهنا يستمر وقت المغربين وقت العشاءين إلى طلوع الفجر أداء، مو قضاء، أداء. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الآن أنا إذا قدمت هذا، هسه يقولون مترتبات بالأصل، المغرب قبل العشاء، الظهر قبل العصر، هاي مترتبات بالأصل، مو بعارض ولا بكذا. فنقول إذا صلى العصر قبل الظهر، عندنا احتمالية أو احتمالان للمسألة. إذا عمدا هو قال شنو الفرق، هي أربع ركعات، هي أربع ركعات، عمدا أنا شنو يعني راح أنوي العصر قبل الظهر، قل له تعذرنا شيخنا صلاتك باطلة. ليش؟ لأن لا يطاع الله من حيث يعصى. الله قال لك صلي الظهر قبل العصر، مو بعد، أنت ما مو شغلك، هاي أربع ركعات ما تختلف أي اختلاف ما بيها، نسخة طبق الأصل صحيح، بس يجب عليك أن تقدم الظهر على العصر. فمن كان من صلى الظهر، عفوا، من صلى العصر قبل الظهر عامدا بطلت صلاته، وكذلك من صلى العشاء قبل المغرب عمدا بطلت صلاته. بعد هاي لا تصلح، ما بضاعة فاسدة بعد، لا صير مغرب ولا صير عشاء، خلاص اركنها على صفحة وابدي من جديد، لأن مو أنت اللي تتحدى الله، الله عدة تشريعات يجب أن تلتزم بتشريعات الله سبحانه وتعالى. هذا إذا، أما إذا صلاها ناسيا، صلى العصر قبل الظهر ناسيا، العصر قبل الظهر ناسيا نسيانا، فهنا إذا تذكر بالأثناء يعدل. ليش؟ لأن هو ما مصلي شني، ما مصلي الظهر بعد، فهنا نوى العصر مو، فيعدل إلى، يعدل إلى الظهر، هذا إذا نسيانا. زين، إذا المغرب نسى وصلى العشاء قبل المغرب أيضا يعدل إلى العشاء، لكن تدري إحنا عندنا العشاء أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات. زين، إذا هو بهالحالة دخل وين؟ دخل بالرابعة، على رأي السيد السيستاني نعم يكمل، يكملها عشاء ويكملها وبعدين يصلي صلاة المغرب براها. عند السيد الخوئي تبطل، إذا تذكر أنه لم يصلي المغرب وهو الآن في العشاء وهو في ركوع الركعة الرابعة، فهنا بطلت هاي الصلاة بعد، لا صير المغرب لا صير العشاء. يقدر ينويها طبعا قضاء ما في الذمة ويكملها وبعدين يصلي المغرب وبعدين يصلي وراها العشاء. أما على رأي السيستاني لا، إذا تذكر قبل الثالثة يعدل بها إلى المغرب، إذا تذكر بعد الثالثة فهنا ينويها، أو عفوا يكملها عشاء ويجيب المغرب بعدها. زين، إذا مثلا طبعا إذا 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 واحد صلى العصر، عفوا صلى الظهر، أو هسه هاي نخليها المسألة أحسن، لأن إذا صلى الظهر ونوى الثاني هم ظهر يصير، بس لكن أكو حكم شرعي حفظه حتى أروح للآية القرآنية. عندنا حكم شرعي هذا يحفظ إن شاء الله، نمر عليه بمسائل فقهية أخرى. قال لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. شوف، من اللاحقة يجوز، يعني أعدل من، أعدل من العصر إلى الظهر لأن الظهر ما مصليها، فأعدل، أعدل من، من العشاء إلى المغرب. شوف، من اللاحقة، من الثاني المن إلى الأولى، من اللاحقة إلى السابقة يجوز. أما إذا لا، أنا مصلي الظهر ونويت الثانية ماذا هم ظهر، يجوز أعدل بها إلى العصر؟ أنا صليت المغرب وبعدين الثانية هم نويتها مغرب، بعدين قلت هو هاي العشاء المفروض أنا أصلي، فيصير أنوي هاي الصلاة اللي صليتها نويتها مغرب، يجوز أعدل بها إلى العشاء؟ يقول لا، لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. العدول من مولانا؟ للأعلى، من اللاحقة المن إلى السابقة. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
الآن نجي إلى الآية القرآنية. الآية قالت وإن كنتم في ريب مما نزلنا. هذا البحث ربما يطول ليلة ليلتين ثلاث، أرجو من الأخوة أن يعيروني قلوبهم قبل أسماعهم، إن هذا بحث مهم وهو يتعرض لإعجاز القرآن الكريم. ما هي معجزة القرآن؟ وبما اختلفت بما اختلف إعجاز القرآن؟ وهل إعجاز القرآن حجة على غير العرب باعتباره عربي وجايب اللغة العربية؟ فكيف صح أن هذا الإعجاز يصح أو نحاجج به غير العرب في حال أنه حجة لمن هو يتكلم اللغة العربية، كلام بليغ لمن يتكلم باللغة العربية؟ أما الهندي أو الباكستاني أو الروسي أو الصيني شنو علاقته باللغة العربية مثلا؟ فأتوا بعشر سور مثله أو من مثله. عشر سور الهندي شلون يقدر يجيب عشر سور؟ هو ما يتكلم اللغة العربية، شلون يجيب لك عشر سور لغة عربية مثلا؟ أو مثلا الصيني هو ما يتكلم اللغة العربية، فكيف يأتي بعشر سور مثلا؟ هذا التحدي لمن؟ هل للعرب خاصة؟ خب إذا كان للعرب ما ذنب هذول مثلا؟ هذول إذن ما عندهم تحدي، إذن ما ثبت معجزة لغير العرب، أم لا هو معجزة للعرب ولغيرهم؟ مو هذا. فالحديث شوية يعني بي فهم للقرآن الكريم، زيادة شو أسميها يعني، لأن الآن للأسف أكو شبهات وبعض الأخوة والأخوات يعني يهتز للأسف الشديد. فإذا الآن ثبت نفسه على أرض صلبة إن شاء الله حتى ما تهجم عليها اللوابس. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الريب الشك، يقول أنتم وإن كنتم ياهم كل الناس، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، زين عبدكم منه؟ قال عبدنا. عادة واذكر عبدنا أيوب، عبدنا إدريس، نوح، كذا. عادة مثلا القرآن يحدد من هو العبد، العبودية تشريف، العبودية للبشر نعم، لكن لله سبحانه وتعالى تشريف وعز. كفاني عزا أن أكون لك عبدا، كفاني فخرا أن تكون لي ربا، أنت الرب وأنا المربوب، أنت المالك وأنا المملوك. هذا الفخر اللي ما بعده فخر، العز الذي ما بعده عز أن أكون عبدا لك. هذا الكلمة للأمير سلام الله عليه، إلهي كفاني عزا أو كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا، أنت كما أريد فاجعلني كما تريد، وتروى أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. فإذن العبودية فخر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إذا كان كلما زاد. ولذلك فخر الخلق أجمعين الخاتم، لماذا؟ لأنه العبد الحقيقي سيمر. فقال في ريب مما نزلنا، مو أنزلنا. ما هو الفرق بين نزلنا وأنزلنا؟ أنزلنا يقولون للدفعة، يعني دفعة واحدة، نزلنا للتدريج. هنا نزلنا على عبدنا، نزلنا يعني على مدى 23 سنة. لعله تجي يمر علينا هذا البحث بعد أكثر، ما الفرق بين الإنزال والتنزيل؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهنا نزلنا على عبدنا، نزلناه على مكثن لمدة 23 سنة. ما الفرق بين إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ في ليلة واحدة نزل كل القرآن. هنا يقول نزلنا يعني على مدى جد، على مكثن يعني على 23 سنة القرآن ينزل. فلعله يمر أكثر من هذا البحث، ما مخصص لهذا الفرق. ففي ريب مما نزلنا على عبدنا، من هو هذا العبد الذي لم تذكره على الإطلاق؟ قال عبدنا الرسول الأكرم. إذا جاء العبد أو إذا جاءت العبودية مطلقة غير مقيدة، صرف الإطلاق إلى الخاتم، لأنه
وصل إلى العبودية المطلقة، ما من أحد من الخلق وصل إلى العبودية المطلقة، العبودية المخلصة، العبودية المحضة، إلا الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك يقول بعد: أنا ماكو داعي أبين لك، أنت اللي تقرأ القرآن من تلقى عبدنا عبده عبد ما حاط وراها اسم، افهم على أن هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله، لأنه هو المخلوق الذي وصل إلى العبودية المطلقة، فماكو تقييد بعد. فما قال عبدنا محمد، عبدنا يابا منه؟ قال عبدنا، أنت ما تعرف عبدنا من؟ ما واحد وصل إلى هذه المرحلة أو إلى هذه المرتبة إلا من؟ إلا هو صاحب قاب قوسين أو أدنى، ماكو واحد وصل. فمن أقول عبدنا ما حط أيوب، لا حط إدريس، لا حط نوح، لا إبراهيم، معنات عبدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. فإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، مو مشكلة، فأتوا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. هذا التحدي الثالث، هاي الآية تعتبر التحدي الثالث. التحدي الأول هو القرآن الكريم قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول مو أنتم أغاتهم، أخذوا الجن وياكم، كل الإنس والجن اثنيناتكم اجتمعوا، سووا مؤتمرات عبر زوم، عبر انترنت، عبر مؤتمرات عالمية، واجتمعوا اشتغلوا اثنيناتكم، والوقت لكم مفتوح forever مولانا، وجيبوا قرآن مثل هذا القرآن. هذا التحدي الأول بمن؟ بكل القرآن. هل يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثل القرآن؟ لا يستطيعون، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، واحد مساند للآخر، واحد معاون للآخر. هذا التحدي الأول. يلا أخوان، ها شنو الخبر؟ أسبوع، شهر، سنة، 10 سنين، الجماعة ولا جني ولا خبر، يبدو عجزوا. قالهم أنا راح أخفف القضية وياكم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما لازم القرآن كله مولانا، 10 سور، جيبونا أيها الشاكون الذين تقولون على أن محمد صلى الله عليه وعلى آله هو الذي ألف القرآن، هو الذي خلق هذا القرآن. افتراه يعني اختلقه كذبا يعني. فإذا أنتم تدعون أو تقولون على أن الرسول هو الذي ألف القرآن، هو اللي خلق القرآن واختلق القرآن، جيبوا مو قرآن، جيبوا لنا 10 سور من مثل القرآن. وشنو مولانا؟ حطينا إيدنا على خدنا وننتظر الجماعة. ها أخوان شنو الخبر؟ يوم، أسبوع، شهر، سنة، سنتين، 10 سنين، صار شقد؟ 1400 سنة. الجماعة شنو هم؟ بتعبيرنا العراقي صنطة، كل شموك ماكو. زين، إذن شنو؟ 10 سور ما قدروا. إجا التحدي الثالث في سورة البقرة آية 22: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة مولانا، وإن كان بمثل الكوثر، أقصر سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، جيبونا سورة ولو بمثل الكوثر. وهم أنتم الجن والإنس وكل أحد. وبعض مراجعنا يقول لا ابوي، هم يجيبوننا ماذا مولانا؟ ولو آية، مو سورة مثل الكوثر، ولو آية من آيات الكوثر جيب. ما حد لحد الآن ماذا مولانا؟ ماكو شيء. فهذا التحدي. إذن ماذا لنعرف؟ أو القرآن الكريم بهذا التحدي قطع على الأمة أو قطع على المشككين سبيل الادعاء إلى يوم القيامة، لأن هذا ثبت لحد الآن. ماذا مولانا؟ لحد الآن ما عارض القرآن. بس تقول لي يجوز عارض القرآن؟ تجي أنت هسه طبعا تستشكل، تشكل لي أو تشكل، شلون تقول؟ تقول لعله أكو ناس حجت
بس ما نقل إن عارضوا وجابوا آية وآيتين وجابوا سورة وسورتين وعشر سور لعله بس ما وصلت إن هذا احتمال. أكو احتمال ثاني يا أهل يقدر يفك حلقي عمي أنتم المسلمين يقدر واحد يقول أنا نوبي يسوي قرآن هو هسه أنتم إذا واحد قال هيك الإسلام جنة مولانا هل تشوف شلون واحد يجي يقول أنا هذا قرآن سويت قرآن ألفت قرآن مثل من قرآنكم مو فالناس تخاف فساكت عم العالم من الخوف مثلا. هاي اثنين افتراض ثاني. زين افتراض ثالث لا يعني الله لو يخلي الناس هي وقدراتها يقدرون يسوون قرآن يقدرون يجيبون عشر سور. شنو عشر سور؟ فد مشكلة يعني سورة واحد ما يقدر هاي البشر كلها ذول الفصحاء البلغاء سورة ما يقدر يجيب يقدرون يجيبون بس هو الله من يشوف واحد عنده قدرة راح يجيب سورة أو عشر سور شو يسوي لمولانا يصرفه الله هو القادر هو القادر على ما يشاء بيده الأسباب فقبل هذا شاف هذا صدق ويقدر وراح يسوي شنو مولانا الله يصرف قوته يصرف عقله عن الاتيان بما يعارض القرآن الكريم. فإذا البشر لو خلي وقدراتهم يقدرون بس الله من فوق سيطر وقدر شني صرف الناس عن هذا التحدي أو عن أن يأتوا بما يعارض القرآن. إحنا هذن ثلاثة إشكالاتك مولانا راح نمر عليهم نمر عليهم لأن هذا قلت لك الموضوع شوي راد لتأني كم يوم نتأنى إلى أن نوصل. زين فأتوا ماذا شنو احنا نريد هسه اول مره خلينا نثبت اعجاز القران او ما هي المعجزه اكو معجزه لو ماكو معجزه القران بهاي الايه وان كنتم في ريب في شك مما نزلنا يريد يقلهم شيئين يريد يقلهم اكو معجزه الاعجاز ثابت اولا وانا القران مصداق لهذا الاعجاز يعني دعوة التحدي أو هذا التحدي إخوان أخوات انتبهوا التحدي أن يأتوا بسورة بعشر سور هذا ينحل إلى قضيتين القضية الأولى أن هناك إعجاز اعتراف بالإعجاز أكو إعجاز والثانية على أن القرآن هو مصداق المن مصداق لهذا الإعجاز. ما هو الإعجاز؟ قال هو الإعجاز أو المعجزة هو أن يأتي المدعي لمنصب إلهي بما يخرق نواميس الطبيعة. هذا التعريف مهم حفظه خليه حتى بعدين نتناقش به إذا تعترض علي وراء هذا التعريف أقول لك لا أنا التعريف عرفت المعجزة هي أن يأتي المدعي لمنصب إلهي بما يخرق نواميس الطبيعة قوانين نواميس يعني قوانين الطبيعة. لأن تقول لي الآن مثلا أينشتاين جاب معادلته قبل إيش قد مولان راح يصير 100 سنة تقريبا معادلته قدر واحد يجيب مثل معادلة أينشتاين ما قدر. زين هاي هم عجزة البشر عن أن تأتي بمثل معادلة أينشتاين. الآن أكو شني قوانين نيوتن مثلا في الرياضيات في الفيزياء وكذا لحد الآن البشرية ما قدرت أن تجيب أحسن من هذين القوانين. الآن إحنا في وباء كورونا أجار الله الدنيا منه. الآن إذا واحد معاجز هسه العالم كل واحد قاعد ببيته مولان عاجز مش نقدر نسوي له لا نقدر نشوفه ونتعارك وياه لا هو هم خوش آدمي وقدها وطلع عنا وقال أنا وخفلكم تعالوا مولانا لا مولانا بسكته وشني مولانا لهناك ومات جاي يشتغل بسكته لا حد يشوفه لا حد يعرفه وين هو ما يدري بي أصلا وطايح لك بالعالم شني مولانا مات لحق على العالم خوش. زين يجي واحد هسه عبقري يخترع يكتشف فد تلقيح أو فد علاج لمرض الكورونا هذا مو إعجاز يعني كل البشر ما قدرت تسوي مثله هو جابه هذا المفروض هذا إعجاز.
نرجع وين؟ أرجع للتعريف، أقول لك أولاً هذا الدكتور اللي راح يكتشف زين أو أينشتاين أو كذا ما قال أنا نبي ولا قال أنا وصي ولا قال أنا رسول، فهو ما مدعي لمنصب إلهي، فلذلك ما راح يكون هذا برهان على صدقه في ادعائه. إحنا نقول يا مولانا، نقول واحد جاي يدعي منصب إلهي، فنقول له أنت يعني صدق تحكي؟ جيب لنا فالدليل على حتى نصدقك، يعني هاي معناته. فهو يدعي أنه أنا نبي، شنو يعني نبي؟ قال أنا أتصل بالسماء، أنا أأتي بأخبار السماء. خب إذا نقول له تأتي بأخبار السماء، جيب لنا دليل على أنك متصل بالسماء. فالمعجزة ماذا؟ المعجزة هي تصديق لمن؟ تصديق للمدعي لمنصب إلهي. أحيانا شوف اللي يدعي يدعيها، أحيانا يجي تكذيب، يجي شنو مولانا؟ يجي يكذب، يكذب المدعي لمنصب إلهي. هاي شلون؟ هذا مسيلم الكذاب هم ادعى على أنه نبي، زين. فسمع رسول الله قالوا له هذا مني يصير الطفل يجيبون لرسول الله يمسح على رأسه، يتبارك به يتبارك، فيمسح شنو؟ يمسح على رأسه الرسول الأكرم، على رأس الطفل. قال لهم يشكوا به، جيبوا لي أولادكم اللي توهم صايرين بعدهم صغار أنا أمسح على رؤوسهم تبركون بنبي الله مسيلمة الكذاب. فجابوا له مولانا، مجرد أن مسح على رأسه يقول سقط شعر رأس الطفل، أقرع صار، ويبدو بعد ما نبت شعر إلى يومك. فشوف هاي شنو صار؟ صار إعجاز، بس إعجاز شنو مولانا؟ لتكذيب ماذا؟ لتكذيب المدعي لمنصب إلهي. قالوا له أبويا مسيلمة هاي آبارنا نشفت، ورسول الله يأخذ من لعابة شيء يخليه على البئر، هذا البئر يرجع كما أنه اليوم حفره يفيض ماء. فقالهم إيه مو مشكلة نطلع للآبار. طلع الآبار ماذا مولانا؟ طلع للآبار مسيلمة مجرد أن حط من لعابة بهذه الآبار يغور غارة ماءها، غارة ماءها، يعني راح الماء أصلا حتى اللي بيها شوية همشني مولانا هم راحت، يبست الآبار يبست فد مرة. فهذا أيضا همشني صار، صار إعجاز، لكن وين إعجاز؟ مو لتصديق، إعجاز إعجاز تكذيب. إحنا الآن شنو نقول؟ موضوعنا لتصديق المدعي لمنصب إلهي، زين؟ هذا خلوا ببالكم. إذن هذا اللي يخترع أو يكتشف قانون أو تلقيح معين أو هذا لازال هو ضمن المستوى البشري. انتبه الأخوان، موضوع دقيق. يعني أنا جاي أقول خب اخترع هذا، اكتشف مرض البنسلين أو عفوا دواء البنسلين مثلا، أو اكتشف نظرية أينشتاين، نظرية النسبية مثلا أو كذا، أو هذا لازال هو بمقدور الجنس البشري أن يوصل لهاي. وحتى إذا اخترعنا شني يعني لوباء كورونا مثلا، هذا لازال هو الله سبحانه وتعالى أعطى البشر قدرة على أن يكتشف. لكن الآن ممكن هل للبشر مثلا أن يحيي الموتى مثلا؟ هل عند البشر قابلية أن يحيي الموتى؟ ماكو، مو يحيي ميت كامل، لا، خلية تموت وقل له أنت أحييها، خلية واحدة قل له هاي خلية ماتت أنت أحييها مثلا، أو لا أنت هاي أصنع خلية مولانا. الآن جاي يصنعون خلية معروفة من متكون، سايتوبلازم بروتوبلازم مدشني النواة الكذا كلهن هذني موجودات عارفينهن ويعرفونهن، وهاي من متكونة وهاي من متكونة، ويصنعون خلية نسخة طبق الأصل من ذيك الخلية. بس ليش ما تنقسم؟ ما بيها حياة. شلون يحطون بيها حياة، يحطون بيها روح لحد الآن ما مات. فإذا من يستطيع أن يحيي الموتى كعيسى عليه السلام، شنو صار؟ صار عنده معجزة، لأن هاي مو ضمن البشر، ضمن قانون البشر أو ضمن مستوى البشر أن يحيي الموت الموتى، ما يقدر. فمن يجي واحد يقول أنا نبي، شنو دليلك؟ أقول هذا ميت، إيه رايحين وين لاقينا مولانا؟ بس تقول لي خب هو جوز مو ميت، وقبل الأطباء مو لا مولانا أطباء متطورين،
زين شنو رأيك يطلع من القبر هم بعد هسه ميت صار لعشر سنين هم عدل هم تشك بيها مثلا؟ عيسى عليه السلام أخرج ناس من قبورهم نشرهم وحكى وياهم وقالهم مو وبعدين موسى عليه السلام في قصة بقرة بني إسرائيل قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. موسى عليه السلام أخذ ذيل البقرة وضرب به شني الرجل الميت من ثلاث أيام ميت ومدفون جلس قال قتلني فلان وكان السبب كذا وكذا ورجع ماذا رجع مات وسميت هاي السورة اللي احنا بصدد ناخذ أبحاث من عتها سورة البقرة بهذه القصة. الآن هل يستطيع أحد مولانا مو أن يضرب أحدا اذبح لك مو عجل واحد مولانا ميت عجل روح أصلا وين روح للمسلخ مع العجول وخذ ذيول ايش قد مولانا وروح بالله يروح للمقبرة كلكم أصلا مو تقدر تحيي لك شو اسمه بزونها مو إنسان يعني ما تقدر. هاي الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله في معركة بدر قال يا علي ناولني شيء من الحصى أكو حصى ناعم مثل الرمل يقول فأعطاه ملء الكف وضعه الرسول بكفه وماذا مولانا ورمى به بجهة مشركي قريش. يقول ما من أحد من جيش المشركين إلا ما من فرد إلا ودخل في عينيه شيء من ذلك الحصى. مو شنو هو يعني هسه خو مش قد أنت ارمي مولانا مش قد توصل هو بينه وبين الجيش أصلا أكثر من 100 متر شون هاي دخل. فقال ماذا مولانا فقال الآية أرختها مو حكي مو من جيب الصفحة آية رخت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فما من في معركة الجمل مو التقى جيش أمير المؤمنين بجيش فلان وفلانة فلانة هم مولانا من بدت المعركة قالت ناولوني كف حصى مو وأيضا ماذا رمت به على جهة جيش أمير المؤمنين فجاوبها صعصع بن صوحان قال وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى. لأن ولا واحد دخلت حصوة جن مولانا بعينه أين هذا وأين هذا. فأحيانا المعجزة ماذا المعجزة اللي جاي هسه راح يمر علينا المعجزة صاحب المعجزة يعني قوة المعجزة وين في النفس التي تأتي بالمعجزة. النفس التي تكون هي محور المعجزة هنا هو محور المعجزة قوة المعجزة هنا أو تحقق المعجزة مو بالقانون الطبيعي وإنما بالنفس التي أتت بالمعجزة. يعني الآن أنا لو كنت إلى موسى عليه السلام موسى هو بقوته النفسية القوة أو نسميها الولاية التكوينية شطر البحر أم أنه دعا الله قال لهم يلا أخوان صحيح ذولي راح يلحقوننا جماعة فرعون بس مع ذلك كل واحد يصلي وأنا هم راح أصلي وندعو الله بلكي يسوي لنا فرج. لا مولانا مو هيك القضية. قال إن معي ربي سيهدين شنو ضرب العصا كأنه هو يقول هو موسى عليه السلام قال للبحر كن ماذا مولانا كن فرقين أو فرقتين كل فرق كالطود العظيم. الآن من أجي للرسول الأكرم أشوفه من شق القمر مثلا واحد هو ظل يصلي ليلتين ثلاثة لين قالوا له وبعدين إلى أن الله استجاب لو هما من قالوا له شق القمر هو رأسا ماذا قال له يا قمر مثل انشق إلى نصفين. لما سألوه على الشجرة قال إلهي أسألك هذول يسألوني وأنا هسه متورطت يعني شلون إذا ما أقول إذا ما أقدر هذول يخاف يكذبوني. قال له يلا لخاطرك يا رسول الله بس مثلا مو هواي انت تسوي هاي القضية راح هالمرة نسويها لك مثلا هيك يعني لو لا يا شجرة اقبلي يا شجرة ارجعي يا شجرة انشقي الى نصفين فليأتي نصفهم. هو يأمر هو ينهى بعد ثم ماذا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك
ثم ماذا مولانا؟ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اخلطهن، هذن الطيور اذبحهن اخلطهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن لأدعني، ثم ادعهن، انت اللي تدعو بعد، ثم ادعهن ياتينك سعيا. خوش. فاذا شنو؟ اذا العلاقه اكو، راح يمر علينا شويه بها تفصيل، يمر ماذا مولانا؟ اكو علاقه لنفس هذا اللي جاي بالمعجزه، هو الى علاقه، هو الى بالمعادله، هو رقم كبير بمعادله المعجزه، يا هو هذا الشخص اللي هو جاي بالمنصب الالهي. زين، اذا المعجزه هو اولا شيء الهي خارق لنواميس الطبيعه، ان ياتي به ماذا؟ ان ياتي به المدعي لمنصب الهي، نبي او كذا، مو، وان لا يكون من اختصاص البشر، مو انه قلت لك مثلا يجيب معادله، يجيب تلقيح، يجيب مثلا علاج معين، هذا لا زال احنا في رنج البشر بعدنا، يعني ما طالعين الى خارج البشر. الان انت نسد الطيران مولانا، يلا تقدر هسه تروح مثلا للشرق الاوسط؟ ظال ببيتك، مو كثير من عندنا يريد، كان يريد يسافر، خلاص ما قدر يسافر الان، كورونا هذا اللي ما ينشاف مولانا خلى 250 زين او 150 الف طائره على الارض، ولا طائره بالجو لاول مره، هيك عدد على الارض، يعني عاده تلقى لك فد كذا، فد على الاقل فد 200 300 الف بالجو، اول مره يوصل الرقم على وجه الارض ماذا مولانا؟ كل الطائرات جاثمه على وجه الارض. خب ما تقدر تسافر، يلا مولانا انا اريد اروح للشرق. زين، اذا واحد يقول لك انا مو للشرق مولانا اروح، انا اروح للشرق واروح للمريخ واروح لبعد للمجرات اللي بينك وبينها مليارات السنين الضوئيه، واقطع الكذا واشوف وملائكه وما عالم ملكوت وجبروت وقاب قوسين او ادنى وارجع بنفس الليله، هذا هم تقول له قدرات بشر؟ ماكو قدرات بشر. قدرات بشر ما يقدر شيء مولانا، يقطع المسافة بأقصى، حتى لو يصير بصاروخ مثلا بكذا ساعة، أما بهذا السرعة هذا شيء خارج عن نطاق الحكم البشري أو الطاقة البشرية. إذن القرآن الكريم يقول أنا معجز وأقوى إعجاز، وأنا مصداق هذا المعجز. خل نجي، يجي واحد يسألنا يقول عمي المعجزة لغة عربية، زين، فإذا هاي تخص العرب، غير العرب ما لهم علاقة، فإذا هذا القرآن يثبت للعرب ما يثبت لغيره. احنا نقول شنو مولانا؟ نقول لا، راح يجي ناس نقول القرآن الكريم ما تحدى، ينتبه الإخوان، هاي حتى أختم به، لأن القرآن الكريم ما تحدى فقط بالبلاغة، احنا مشكلتنا شنو؟ القرآن تحدى العالم ببلاغته بفصاحته، لكن القرآن يقول لو كان التحدي ببلاغة بيان القرآن الكلام السيد الطباطبائي وجزالة أسلوبه فقط لم يتعدى التحدي قوما خاصا. القرآن يتحدى الجن والإنس، فلو كان في البلاغة فقط لكان التحدي مختصا بمن؟ بقوم خاصين اللي هم العرب. أما القرآن على ننجا يتحدى مو فقط العرب ولا فقط العجم، بل كل الإنس، بل كل الجن، يقول لهم تعالوا. فإذا التحدي مو فقط ماذا؟ هاي مهمة، لأن أغلبنا إحنا نقول التحدي بمن؟ بفصاحة القرآن. لا، التحدي مو بس بفصاحة القرآن، راح يمر علينا. إذا وهم العرب العرباء من الجاهلين والمخضرمين قبل اختلاط اللسان وفساده، وقد قرع بالآية أسماع الإنس والجن. إذا هذا فرض على أن القرآن يتحدى ببلاغته فقط، هذا الكلام مو صحيح، كلام مو تام، لأن القرآن تحدى الجن والإنس.
وكذا غير البلاغة والجزالة من كل صفة خاصة اشتمل عليها القرآن. يقول أيضا ما نقدر نقول القرآن التحدى مثلا مو بس باللغة، تحدى بغيرها، يعني شنو اللي تحدى مثلا بيش؟ قال اشتمل عليها، نجي للقرآن الكريم نلقى معارف حقيقية، نلقى أخلاق فاضلة، نلقى أحكام تشريعية، نلقى أخبار بالمغيبات، نلقى معارف أخرى لم يكتشف البشر أو لم يكتشف البشر قوانينها إلا يعني الآن. فكيف هاي قبل 1400 سنة؟ دون جميع فإطلاق التحدي على الثقلين يعني الآن. خب أو هسه أبين لك. قال الآية للبليغ في بلاغته، القرآن الكريم آية للبليغ في بلاغته. هذا القرآن أنت بليغ، اختصاصك بلاغة، هذا القرآن شوفه شلون بلاغته. وللفصيح في فصاحته، أنت تقول أنا فصحى ومتكلم وأعرف لغة العرب وأساليب العرب، شوف فصاحة القرآن فيكون حجة عليه. وللحكيم في حكمته، أنت فيلسوف تعال شوف القرآن شلون فلسفته، شلون يقدم أساليبه ونقاشاته في إثبات ما يريد. وللعالم في علمه، وللاجتماع في اجتماعه، وللمقننين في تقنينهم أصحاب القانون، وللسياسيين في سياستهم باعتبار تعرض على دول وأنظمة دول مرت وإمبراطوريات ضخمة جدا تلقاها نظرياتها بالقرآن الكريم، وللحكام في حكومتهم القضاء وأحكام القضاء والقاضي والوالي، ولجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعا. أكو أشياء تحداهم الناس، كل الناس هاي بعد يتساوى بها العالم وغير العالم، المختص وغير المختص، بمن مثل الغيب والاختلاف في الحكم والعلم والبيان. ومن هنا يظهر أن القرآن يدعي عموم إعجازه في جميع الجهات. إذن القرآن الكريم شنو يدعي؟ على أنه معجز مو في جهة واحدة، مو فس بالبلاغة. انتبه الأخوان، شلون نثبت على أن القرآن هسه الآن طلع لنا شيء مولانا؟ الموضوع أصعب. إحنا نريد نثبت ماذا؟ بس البلاغة، القرآن بليغ، القرآن فصيح. أجى السيد طبراني قال لا يا بت، ترى القرآن متحدي البشر في كل جهة من جهات اللي ممكن البشر يوصل لها. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه. اللهم اشرح بكتابك صدري وحط بتلاوته وزري وامنحني السلامة في ديني ونفسي. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، اكشف هذا البلاء عنا وعن كل الناس وعن المؤمنين. اللهم بحق محمد وآل محمد أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أرواح عمات المستمعين والمشاهدين، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.